وش سبب الخلاف بين قبيلتنا وقبيلتهم؟ تدري الصحيح يا خلف؟ مهاوش مهاوش طال عمرك. زوم اروح البيت، يظهر ان عريس الغفلة ما وده يجي. اوخ بس، كنت ناوي اجرب بيه الحركات الجديدة اللي تدربت عليها، بس الظاهر ان ما له من سيفي نصيب. خيرها بغيرها، ترى بغيبته انكتب له عمرين جديد. اي والله صدقتي. ارخصي لي. الله وياك يا جواهر، الله وياك. اي نشوف من التالي. الحرب اللي قامت نارها شبت وقضت على الجميع، فينتهم وما ظل من نسلهم غيرنا وانتم الاثنين. لعني ربع مهاوش ذبحهم ربعنا. ولو ايش ما يكون ربعكم هم اللي ذبح ربعنا. انتم اللي بدأتم بالغزو. انشبين انتم اللي ابتديتم بالغزو. يمين يمين يا مهاوش، يمين يمين غير اخذ النبتارج. وتاخذ بتارك من مم؟ من الشواري ولا الهزرم؟ اي صحيح، قل يا الغريب، من منا شواري ومن منا هزرم؟ الصحيح يا ولدي ما حد يعرف، وهذه علمها عند الله سبحانه وتعالى. اسمع يا مهاوش، ان كنت شواري ولا هزرم بيننا ثار، لان ابوك ارسل رجاله يخطفوني. اي وابوك بعد ارسل رجاله لجل يخطفوني. وانا الحين لزوم ناخذ ثاري منك وبق مصرانك بق. وانا بعد اخذ بتاري منك ومن ديرتك. مش مراكم يا عيال اهدوا يا الربع، اهدوا. وش في ابو وضحه؟ تسمع يا سمعان؟ ما اسمع شيء. صوت طفل رضيع يبكي. لا، صوت طفل رضيع، طفلين. ما شاء الله عن سمعك يا ابو وضحه. قوم يا سمعان، قوم نشوف وش الزاد. يلا اروح معك يا ابو وضحه. خلك مع الربع يا ربع، خلك مع الربع. تامر يا ابو وضحه. يلا يا سمعان. يلا علام، وين راح؟ ما ادري، يقول انه سمع صوت رضيع، راح اشوف ايش السالفه. بس يا وضحه، صوتهم شد انتباه ابو وضحه زعيم الطوارئ، وانطلق ابو وضحه معاه سمعان صوب الصوت. عقرب اسود اللعين يمشي فوق الطفل. يا ترى يقدر بوضحه ومعاه سمعان يوصلون للطفلين قبل ما العقرب الاسود اللعين يلدغهم؟ هذا ما سوف نعرفه بعد هذا المشهد. مثل ما يقول المثل القديم، اللي له عمر ما تقت له شدة، وذا الطفلين ينطبق عليهم المثل بشدة. محمد، والله يا سمعان
لحقناهم قبل لا تاكلهم الوحوش. الحمد لله، الله يقدرك على عمل الخير. ان شاء الله ان شاء الله، يلا نمشي يلا. يلا يلا. يلا يا كريم يا الله. امسك يا سمعان، امسك امسك. هات هات هات. يلا يا كريم، ان شاء الله انه خير. هات يا سمعان، يلا يلا الحقني يا سمعان الحقني. يلا يا الربع، يا وجوه الخير، ذول الرضيعين عطيه من الله سبحانه وتعالى، ندوم نهتم بيهم ونربيهم الا نلاقي اهلهم وعشيرتهم. المرضى ترضعهم، واللي تهيك الملابس تلبسهم. هذا الأصبر نسميه خلف، وأبو الشامة نسميه مهاوش. تسلم تسلم يا سيد رجال، من هذا اليوم خلف ومهاوش منا، من أولادنا، يسوالهم ما يسوالنا. هذا الفصل الجديد من الحكاية صار للطفلين اسمين، خلف ومهاوش، لجل تكمل الرواية. صحيح. اي والله نسيت يا مهاوش. لله ما نسيت. تذكر يوم حلبت لك العنزة وهربت؟ اي اذكر. تذكر يوم طبخت لك تشتش وكبيتها فوق راسك؟ اي بالعدس. وين بتروح؟ خذوني معكم، خذوني معاكم يا عيال. يما يا يما يا يما. سلامتك 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 يا اخوي نوفل. هذا الحساب. يسلم ويديك. زد لك معي 50، اعطيك 200 بولو في يوم. يا اخوي المسامح كريم، ما اريد يا اخوي. اخ يما اخ يما، ذبحني البولو ذبحني. دير بالك دير بالك. اخ يما اخ، لو كان عندي قرايب يشتغل بشركة نفط ويوقع ببير النفط ويختنق من ريحة زيت الكاز والبنزين، كنا عبرنا الفقر. اي الله طيب، اي الله طيب، اي الله طيب. اهلين اهلين، يلا جايك جايك. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله عليكم السلام. انا بالضيف اشوف خلف ومهاوش معك، وش السالفه؟ هذا الغريب يا عمي عنده كلام مهم يبي يقوله. خير وش فيه يا الربع؟ يا النشامه يا وجوه الخير، تراني لفيت لديرتكم لاجل اعلمكم بسالفه ما حد يدري بها غيري، والحمد لله اللي مد بعمري الين اعلمكم بيها واريح ضميري. اسمع اسمع عمي اسمع. شغلتنا يا الغريب، وش في؟ الصحيح يمين الصج، انا اعرف اصل وفصل وحسب ونسب. مهاوش خلف خلف انا خلف. خلف مهاوش. كيف؟ تكلم يا الربع. تراني الوحيد من كل خلائق الله اللي اعرف خلف ولد من، ومهاوش بعد ولد من. قل قل يا رجل قل. يا الربع يا وجوه الخير يا النشامة، خلف هو مهاوش هو. ملاك يا رجل، هذا الماء هذا الماء، جيب له ماء جيب له ماء جيب له ماء جيب له ماء يا رجل مات مات يا خلف. اي الله يرحمه. اي مات 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 ومات مع كل شيء. مات مات. ويل وطي صوتك يا مسعود، تريد تفضحنا؟ بي احد يفرح بخبر الموت؟ خلف الله عليك شبدور، الغريب مات. يا العرب يا النشامة يا النشامة، يا الربع يا النشامة، الغريب
الغريب ارتاح يا النجامة يا العرب الغريب ارتاح. خلص مهاوس قبل تجون وش خبركم الغريب وش كان ناوي يقول؟ قال ان انا وقال ان مهاوي يعرف لا ما قال شيء. وش اقول لك بعدين؟ ما قال شيء، ما لمح تلميح ولا تصريح. ما تلميح، قال انها ما يبي يتكلم الا هان بالمجلس. اقول لك بعدين ان شاء الله. أسألناه من يكون ولا من أي عرب هو؟ يا عمي البقية بحياتك. دقيقة يا حياتك، وعساها تكون خاتمة الأحزان. يا رب يا رب يا رب، حياتكم الباقية إن شاء الله. عظم الله أجركم. عظم الله أجركم. شكر الله سعيكم. شكر الله سعيكم. عظم الله أجرك. الله يرحمه. شكر الله سعيكم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ليه ما قلت له الحقيقة لعم طرود؟ ليه ضل السر مخبى؟ يا خلف احمد ربك ان الغريب مات قبل ما ينطق بالسر. طق عقلك. طق عقله. طق عقله مهاوش. طق عقله. انت عاجبك الحال اللي حنا بيه؟ عاجبك الناس تنظر لنا نظره هذه؟ يا خلف يا خلف، الغريب مات والسر اللي قلنا ياه لزوم يموت. والحين بعد انت وش تبانا نظل قواريط؟ ايه نظل قواريط وبلا اصل، وما نحمل صار حنا مالنا ذنب بيه. وش نحمل؟ وش ذنب انت وش؟ يا خلف يا خلف، ترى الناس اندريت اننا اولاد شواري وهزرم، ترى انها تطالبنا بالثار. يعني واحد منا لزوم يقتل الثاني؟ وحنا يا خلف ما نبي نشعل النار، نبي نطفيها. والله انك صاج وانا احبك وانت خويي، لكن مهاوش انا ما اقدر ادفن اصلي. ايوه وانا بعد ما اقدر ادفن اصلي. اكل لزوم ندفنه يا خلف، وندفن معاه عداوه عمرها اكثر من 100 سنه. يا خلف انا وياك، والله يا خلف انا قلبي يلمني، قلبي يخزني يجعني. احنا اخوان يا خلف، اخوان. والله اللي يحبك مهاوش، والله اللي يحبك. يا ولد خنقتني. سموحه ما بقصدي. ايش هذه ريحة طالعة من اثبك؟ تشش بالعدس. لا ما هقيت تشش. ايه بيضة وبصلة. كليتها البيضة؟ كانت تحت الوسادة. صحتين وعافية.